رجعنا لحضراتكم مره تانية وجي ميعادنا دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الكاتب والسيناريست الاستاذ محمد هشام عبيه، واللي هنتكلم معاه الحقيقه عن اكتر من حاجه، من ضمنهم مجموعته القصصيه الاولى الشعور بالذنب من السفر جوا. والحقيقه عاوزه اقول لكم انه القصص اللي هنتكلم فيها النهارده خلتني افتكر المثل اللي بيقول ان اللي يعيش ياما يشوف، ولاننا معانا النهارده حوالي 15 قصه فيها حاجات كتيره جدا متنوعه ما بين الحقيقة ما بين الخيال ما بين الرومانسية ما بين المشاعر ما بين يعني قصص كتيرة جدا أو مشاعر كتيرة جدا بنحس بيها في دنيتنا زي ما قلت لكم ما بين الخيال والواقع والفانتازيا كمان، وفي كل قصة في مفاجأة أو في نهاية كل قصة في مفاجأة. ده شق هنتكلم عنه. الشق التاني كمان إنه هو طبعا سيناريست وكاتب، والحقيقة إنه عمل أكتر من عمل في الفترة اللي فاتت حققوا نجاحات كبيرة جدا، مثلا 60 دقيقة ده من مسلسلات اللي حققت نجاح كبير جدا، بطلوع الروح اللي طبعا اتفرجنا عليه كلنا في رمضان وحقق كمان نجاح كبير جدا جدا. هو كاتب متمكن على دراية كبيرة بالواقع وبأعماق النفس البشرية، وده واضح من الأعمال وده شفناه مترجم ومتجسد في أعماله اللي اتعرضت على الشاشات. الحقيقة ان هو كمان مهتم جدا بعالم الصحافة، وكمان كان ليه بصمة واضحة جدا في عالم الدراما زي ما قلت لحضراتكم عليها، كمان كنقد أدبي، مقالات أدبية، كتابة ساخرة، أدب رحلات، كتب، يعني شارك في مجموعة كبيرة جدا من الأعمال الكتابية أو حتى الأعمال الدرامية بعد ما أعماله تحولت إلى سيناريوهات. وعلى الرغم من كل ده إلا أنه لسه الحقيقة متمسك بالجزء الخاص بالصحافة والكتابة وما تخلاش عنه، لأنه البعض ممكن بعد ما بيبتدي يكتب سيناريوهات أحيانا بينسى الجزء ده، ولكن هو الحقيقة يعني متمسك بكل الخيوط دي. معاكم ومعانا النهاردة الكاتب والسيناريست الأستاذ محمد هشام عبي. مساء الخير، أهلا بحضرتك. وأنا طبعا سعيدة جدا بكل النجاحات اللي موجودة في كل المجالات اللي حضرتك تطرقت إليها. نبتدي مع بعض كده الأول عن إعلانك عن إصدار أول مجموعة قصصية ليك، نتكلم شوية عن المجموعة القصصية. هم 15 قصة؟ أها، هي 15 قصة. وأنا من زمان يعني أول ما بدأت أكتب كنت بكتب قصص يعني أنا صغير خالص، وكنت مشترك حتى في نوادي أدب اللي موجودة في المنصورة وكده حيث مسقط رأس يعني، وكنت طول الوقت بحب القصة، وكنت بشوف إن القصة فيها حاجة لافتة غير موجودة في أي نوع من أنواع الفنون الأخرى. بس بعد كده احترفت بقى الصحافة واشتغلت في الصحافة واشتغلت في السيناريو، توقفت عن كتابة القصة لفترة طويلة، وبعدين يمكن لما رجعت أكتب سيناريو اكتشفت حسيت كده بشيء من أشكال الحنين للقصة من جديد، يمكن صحت حاجات جوايا. كانت الصحافة طبعا مهنة يومية ومهنة ضاغطة ومهنة بتستهلك الوقت والطاقة جدا يعني، فما كانش في وقت لكتابة القصة. بعد ما بدأت أكتب سيناريو من 2016 بدأ يبقى عندي ميل تاني لكتابة القصة، وبدأت أكتب قصة من أول وجديد. والمجموعة دي تقريبا انكتبت حوالي 4 سنين أو 5 سنين بامتداد السنين يعني الفترات. وزي ما حضرتك تفضلت كده في المقدمة ان هو فعلا المجموعة متنوعة، فيها جزء خيالي فيها جزء واقعي. يعني طول الوقت حتى بحس ان الواقع لازم يبقى فيه حتة كده خيالية، حتة غير متوقعة، فيها جزء انساني، فيها طبعًا حاجات، فيها عواطف كمان طبعًا. صحيح، فيها فانتازيا. انا بميل دايما لكده، بحس ان دايما حتى الحياه في التنوع. بالظبط، بتميل للتنوع. دي حقيقه. وبحس دايما في الواقع ان دايما بيجي لنا بتفاجئنا حاجات كده بتحصل بتبقى غير متوقعه واحيانا بتلامس الخيال، فبحب يعني استفيد من ده في كتابه القصه دايما طول الوقت. الشعور بالذنب من السفر جوا، ايه الموضوع بقى؟ يعني احكي لي كده الجمله او العنوان ده بيقول ايه؟ بيدل على ايه؟ فكرت فيه ليه؟ هو اوقات كتير القصه بتيجي منين؟ بتجيلي من موقف بشوفه في الشارع او في الحياه، او من جمله بتبقى لافته جدا. فانا يعني قريت عن حمله اسمها الشعور بالذنب من السفر جوا، دي حمله ليها عاملاها بنت في مدرسه سويديه، ان احنا بتطالب فيه رجال الاعمال والمشاهير والفنانين وكده ان هم يعني يقللوا من فكره سفرهم بالطيارات في جوه البلدان، علشان الطيارات بتطلع
عادم بيأثر على البيئة، وبالتالي بيأثر على الناس المحتاجة زراعات ومحتاجة أكل ومحتاجة وما إلى ذلك. وكانت الحملة بتاعتها اسمها كده الشعور بالذنب من السفر جوا، إن هو شعوره بالذنب من السفر جوا لو أنتوا مش محتاجينه، يعني لو أنتوا بتسافر جوا البلد اللي أنت فيها وممكن في وسائل مواصلات تانية عربية أو قطر بيقلل شوية من التلوث، اعمل ده. فانا خدت ده ويعني عملت له بقى زي ما بيقولوا كده اسقاط على فكره ان حد مين بيشعر بالذنب من افعال كتير بتحصل في الحياه، مين بيشعر بالذنب مثلا لما يكون في تجربه حب ويتخرج منها بطريقه عنيفه، شعوره بالذنب تجاه الشخص اللي كان معاه بيبقى ايه. ودي كانت واحده، يعني في ناس ما بتشعرش بحاجه خالص للاسف. يعني انا مبسوطه قوي ان لسه في ناس بتشعر والله. فدي كانت دعوه للناس تشعر بالذنب، يعني كنت بشعر بالذنب من ركوب الطيارات، تشعر بالذنب لما بنجرح حد، لما بناذي حد، لان الاذى خصوصا في العلاقات يعني العاطفيه وما الى ذلك بيكون المه قوي جدا. والله في كل العلاقات طبعًا. في كل العلاقات، يعني مش بس العاطفيه، احيانا بتبقى في علاقات صداقه بيحصل فيها صدمات، يعني في علاقات كتيره جدا، زماله في الشغل طبعًا. اوقات تتفاجئ وتتصدم ان حد عمل معاك انت كده، يعني في علاقات كتيره جدا صحيح للاسف صحيح. ما بيحافظوش عليها الناس. فهي دي كانت الكتابه، كانت القصه من اجل كده ان احنا يعني خدت ده طول الوقت بحب اكتبه، ان يبقى في سلوجان او جمله لافته وبحاول افهم ما وراء هذه الجمله، ما وراء هذه العباره، ان الجمله دي مش بس على قد نظريه ان الطيارات بتلوث البيئه، لا اكيد ليها معنى تاني اقوى، ومعنى تاني له علاقه بالمشاعر وبالاحاسيس وبالبشر. وده اللي كان حصل في القصه دي تحديدا، يعني على اسم المجموعه. كتبتها في وقت قد ايه؟ خدت منك وقت قد ايه كتابه؟ هي الكتابه عاده القصه بتيجي في وقتها، يعني بيبقى في مساله تدفق سريع كده، ممكن ساعه ممكن اتنين، لكن مساله التجويد وطول الوقت الواحد، يعني انا دايما في شغلي حتى في السيناريو بقول لهم انا رجل الدرافتات، انا بكتب الحلقه الاولى خمس ست سبع ثمان درافتات، عشان طول الوقت الكتابه هي عمليه تجويد مستمر، وطول الوقت عمليه الكتابه في كل انواعها، مش بس في السيناريو، في السيناريو في القصه وما الى ذلك، كل الروايه هي مساله تجويد ومساله اعاده كتابه من جديد. فهي الكتابه ممكن تكون سريعه، لكن التجويد والدرافتات الاضافيه والمسودات ده اللي بياخد الوقت بقى صحيح. انك تجود وتعدل بالظبط، بتقعد تقري وتشوفي نقاط الضعف فين، هنا ممكن تقوى ازاي، لان طبعا الكتابه المره واحده دي طبيعه الحال بيبقى فيها دفوهات يعني طبعا. وبعدين اعتقد ان اي كاتب، مش بس اي كاتب، يعني اعتقد ان اي حد بيمتهن اي مهنه بيحب دايما يطلع فيها احسن حاجه طبعا، لو هو بيحبها طبعًا. فكل ما هيصلح كل ما هيطلع الاحسن بالزبط. كل ما هيصلح كل ما هيطلع الاحسن بالظبط. وفي الكتابه تحديدا كده، عشان هي كده مهنه مضنيه ومحتاجه صبر، لانك انت قاعد لوحدك بتكلم نفسك وبتكلم الورقه وبتصلح لنفسك ايوه، فطول الوقت لازم يكون عندك صبر على مساله الكتابه والتجويد في الكتابه. اقدر افهم من كلامك انك مهتم قوي بالعلاقات. ده حقيقي، العلاقات، شكل العلاقات ايا ما كان بقى، العلاقات دي ايه، صداقه، حب، جواز، زماله، ده الروبوت حب مش وصلنا لدرجه ايه ده حتى الروبوت حب ده حقيقي. حتى في قصه اسمها هجره عشوائيه بتتكلم على مساله الناس اللي بتهاجر وكده، وعلاقه اب ببنته، يعني عادي برضو ان هو يعني عنده مشاعر ان هو عايز يقعد هنا، وهي مرتبطه بمامتها وهيسافروا، فطول الوقت بيفكر في مساله لو هي غابت عنه، لو هي بعدت عنه مسافات طول الوقت. انا شايف ان الحياه بشكل عام اللي بيحركها طول الوقت بيننا وبين بعض هي مشاعرنا، حتى اما بنيجي الشغل مشاعرنا اللي بتحركنا، بنأدي اداء كويس هي مشاعرنا اللي بتحركنا، فالمشاعر هي عنصر اساسي طبعًا. في حياتنا بشكل اساسي طول الوقت احنا بنتحرك وراها، وبتورطنا في مشاكل، وبتورطنا في حاجات كويسه، وبتورطنا في حياه ممكن تكون احنا مش متخيلينها يعني ايوه. فانا معني بالمشاعر وتطورها في المجموعه في العلاقات بشكل عام بالظبط. التنوع مطلوب بالنسبه للكاتب، يعني احيانا في كتاب بتتخصص في حاجه معينه، يعني بنبقى عارفين طبعا بيبقوا كتاب ناجحين جدا طبعًا. وده ما يعيبهم مش برضو، لانه بيكون عندهم جمهورهم او قراءهم، انه بيكون في كاتب معين معروف الخيط اللي بيمشي فيه، معروف شكل الروايات اللي بيكتبها صحيح. معروف شكل النسيج اللي بيعمله في صحيح. الاخر، او المنتج اللي بيطلعه في الاخر للقارئ. واحيانا في كتاب ما تتوقعش هو هيكتب ايه، يعني ما تبقاش عارف، وممكن يبقى كاتب حاجه تانية تبص تلاقي كاتب. حضرتك اعتقد بتميل للتنوع اكتر زي ما قلنا، ومتهيالي ان ده النوع الاصعب.
هو انا يعني انا بميل فعلا للتنوع واميل لمساله ان ما حدش عارف اللي جاي، يعني القصه اللي اقراها دي في القصه حتى في السيناريو وفي القصه تحديدا اللي هو قرا المجموع او القصه مثلا ما يعرفش اللي بعدها جاي ايه، ما يقدرش يتوقع اللي جاي. انا شخصيا يمكن من هواة التنوع ومن هواة الفرجه ومن هواة القرايه في مجالات كتير متعدده، واحب كمان لما اكتب كده اكتب ان هو ما حدش يبقى عارف، ما حدش يبقى متوقع قوي ايه اللي هيحصل، والا تحس انك ممكن تكون بتكرر نفسك بالزبط مثلا بالزبط. ده الاحساس اللي بيجي لك ككاتب حتى في الصحافه. انا كنت حتى وانا شغال في الصحافه طول الوقت بحب اعمل مثلا المقال او التحليل اللي بعمله ما يبقاش اللي بعديه متوقع تماما، لازم ده شكل من اشكال كمان التحدي لنفسي انا شخصيا، وبيديني مساحه اكتر ان انا اتحدى قدراتي واشوف انا هل انا بقى وقفت عند المرحله دي وخلاص ولا لا، ممكن اقدر اجرب في اماكن تانية. ده لا يمنع طبعا ان اللي بيتخصص بيبقى هو عنده القدره والملكه ان هو يبقى يقدر يتخصص في النوعيه دي من الكتابه طبعا. هو مش بس تخصص كمان استاذ محمد، هو احيانا الواحد بيلاقي نفسه في حته بالزبط. يعني ممكن انت ككاتب تلاقي نفسك في حته يمكن ناس تشوفها تكرار، يمكن ناس تشوفها نمطيه صح. ولكن احيانا ممكن يكون تميز في المنطقه دي صحيح. لكن هو التنوع لا يعني انك انت ما يبقاش ليك يعني اسلوب يعني اسلوب الناس تقراه تعرف ان ده قصه لفلان، بس ده طبعا بيجي بقى بالتراكم. يعني اي حد بيقرا نجيب محفوظ رغم ان كل اعماله متنوعه طبعا، بس هو عارف ان اللي بيقراه ده نجيب محفوظ، هو هو عنده سمه مميزه، طريقه اسلوبه واضحه ومميزه. كتير من الكتاب كده على مستوى مصر ومستوى العالم يعني يبقى ليهم سمه مميزه في اسلوبهم. يعني انا طبعا عشان دي لسه اول مجموعه قصصيه يعني ما اقدرش ادعي ان انا عندي اسلوب، بس هو واضح من الكتابات لو بنتكلم عن مقالات او المسلسلات او كده، يعني التنوع واضح. التنوع واضح مش بس عن المجموعه القصصيه، احنا لسه طبعا هنتطرق لمواضيع ثانيه والحاجات الثانيه، بس اعتقد انه الكاتب المتنوع بيبان لانه بيبقى عنده ده وده 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 وبيبقى باين من اشكال الكتابه. صحيح. وانا بصراحه يعني برجع الفضل دايما الصحافة، لأن الصحافة هي اللي علمتني مسألة أن أبقى متنوع. أنا اشتغلت صحافة سنوات طويلة، فطول الوقت كان عيني بتلقط الحاجة اللي هي لافتة بغض النظر هي من ضمن اهتماماتي ولا لا، فطول الوقت عندي مسألة التنوع أنا يعني خدتها من الصحافة. والصحافة بتدي مساحة فعلا لأي كاتب أنه هو طول الوقت ذهنه شغال، طول الوقت عينه بتلقط الاشياء، طول الوقت عنده ومطلع وعنده ثراء ثقافي بشكل حاجة. كبير جدا ولازم يكون اختلط بحاجات كتيره جدا عشان يقدر يطلع النوع ده من الكتابات المتنوعه، وطبعا ده غير الاعمال اللي لسه هنتكلم عنها. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضرتك، اتفضل. رجعنا لحضراتكم ودلوقتي هسيبكم مع تقرير صورته كاميرا يحكى أن من داخل بيت السيناري عن ندوة بعنوان الجوائز نهاية الطريق أم بدايته. تعالوا نشوف كده مع بعض التقرير ده، وإراك أستاذ محمد تتفرج معنا عليه. يلا تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع على طول نكمل حوارنا مع الأستاذ محمد، تفضل. احنا في وزارة السياحة والآثار بنعمل موسم ثقافي بنربط فيه ما بين الأدب والفن والثقافة والسياحة. على مدار موسمين سابقين قدرنا ان احنا نجمع ما بين الأدب والآثار في الأدب والمرأة والأدب والرعب والتشويق، والموسم ده بنتكلم عن أدب الجواز، فبنجمع أكبر عدد من الكتاب المصريين اللي حصلوا على جوائز باعتبار أن الأدب المصري قوة ناعمة المفروض أن احنا نحتفي بها. الجوائز طبعا واخدة مساحة كبيرة جدا من تفكير الناس وبالذات الكتاب أو المهتمين بالكتابة أو المهتمين بالقراءة. فكرة الجوائز الأدبية أن هي أغلب الناس بيقولوا أنها لا دي تربيطات، لا دي تظبيطات، لا ده هو مش أي حد بياخد عمل أدبي، لا ده هو مش أي حد بياخد جائزة أدبية. اللي بيكتب عمل أدبي ممكن يقولوا لا ده في ناس بتكتب مخصوص للجوائز، والحقيقة أن دي كلها طريقة الكاتب لو فكر بيها مش هيكتب حاجة، فبالتالي أنه هو محجوزة لناس معينين، فهو بالتالي ما أي مجهود هيعمله ملوش لازمة. فأنا ضد النظرية دي خالص، وجاي النهاردة عشان أقول الكلام ده، أن أنا مع أن الكاتب يشتغل والقارئ اللي هو عايز يبقى كاتب يشتغل بأقصى ما في طاقته وأقصى ما في وسعه، وعلى قد مجهوده هينول اعتراف وهينول جوائز. الكاتب لما يحصل على جائزة سواء مالية أو سواء تقديرية بس من غير ما تكون فيها فلوس أو سواء قيمتها المادية قليلة أو كبيرة،
الكاتب بيشعر بالفرحة والنصر، وأن العمل اللي هو فضل يشتغل فيه شهور وسنين أخيرا أتى ثماره، وقدر أنه هو يخلي اللي حواليه اللي هو مثلا زوجته وولاده وأصحابه وأصدقائه والقراء أنهم يعترفوا بيه، يعني هم أو هم يؤكدوا هذا الاعتراف بأنه خد جائزة. لازم استثمر الجائزة باعتبار أن هي دفع لي، مش مجرد تكريم لنهاية مشوار، لأن هو لازم يستمر ويأخذ جائزة تانية وثالثة ورابعة، مش مجرد جائزة ويقفل على كده. أهميتها أن هي تعدل بعض المفاهيم اللي ممكن تكون خاطئة، وأنها بتناقش موضوع معين، لأنها ممكن بتفيد المناقش أكتر ما بتفيد المتناقشين، يعني بتفيدني أكتر ما بتفيدهم، لأن غالبا بتسأل أسئلة ما بقاش عامل حسابها، فبالتالي بفكر في إجابات غير اللي أنا مجهزها، فده بيعمل حالة من الجدل الإيجابي عن طريق التلاقي بين الأسئلة والأجوبة. الموضوعات بتبقى متنوعة، فالتنوع بيخلي فيه يعني مزيج من الثقافة، بيبدأ الإنسان يطلع عليه، وممكن تبقى موضوعات ممكن هو أساساً ما يبقاش عنده فكرة عنه، فده بيساعد على الاطلاع بشكل مختلف، وخاصة لما ده بيسمع الخطوط العريضة لأي موضوع بيتم مناقشته من خلال دكتور متخصص أو دكتوراه متخصصة في نفس الموضوع اللي بيتكلم فيه. احنا نعتبر الأدب والفن قوة ناعمة لمصر، وإحنا بنحاول إن احنا نوصل أكبر قدر من المعلومات عن الأداب والآثار لأغلب المشاهدين أو أغلب المتابعين للحركة الفنية والأدبية. حضراتكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض كلامنا مع الكاتب المتميز اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، الأستاذ محمد هشام عباية. وعباية دي على طول بتوديني بطلوع الروح على طول. هنرجع نتكلم عنه، بس خلينا الأول بالمجموعة القصصية. في قصص كتيرة جدا في الموضوع، بس حسيت كمان أنه في ميل شوية للدراما أو للشجن أو للحزن، في ميل لقصة الانتحار، في ميل لقصص فيها شوية وجع، وده برضو ليه علاقة بالتنوع اللي موجود في المشاعر. احكي لي شوية عن الجزء ده في المجموعة القصصية، والجزء ده بيهمك ازاي انت ككاتب انك تظهر الناحية الإنسانية او الجزئية دي في اي عمل بقى بتقدمه. فعلا في واحدة من الندوات كنت بحضرها عن المجموعة، كان في كاتب صديق يعني قال لي انه تيمة مش الانتحار او يعني تيمة الموت او الانتحار او الفراق موجودة شوية في المجموعة القصصية، وانا اعتقد ان ده بيكون اي كاتب بيكتب بيكون متاثر باللي بيحصل حواليه، مش لازم في دايرته الصغيره، ممكن تكون في الدايره الاكبر. يعني انا طول الوقت مثلا مساله الانتحار شغلاني، لان انا بتالم جدا لما الاقي حد بيني حياته مثلا، يعني فكنت طول الوقت بدور. ما حصلش ده مثلا في دايرته المقربه خالص، والحمد لله، الحمد يعني الحمد لله ويا رب ما يحصلش. ان شاء الله. لا ان شاء الله، لكن طول الوقت مشغول بالفكره دي، لان ممكن ده بيحصل لناس يعني شباب او صغيرين. احيانا الواحد بيبقى عنده علامات استفهام بالزبط. يعني على القصه دي كتيره جدا جدا، لانه احيانا اللي بيقدم على خطوه زي دي بيبقى بيطلق زي ما بيقولوا كده اشارات استغاثه للدائره من حواليه، بس مش كل الناس بتفهمها يعني. فبحاول في القصه، قصه مش طول الوقت معنيه انها تقدم اجابات، بس على الاقل بتحاول تفهم ايه الاسباب اللي ودت تخلي حد زي ده يعني يقوم بالظبط يقوم بفعل زي ده. فانا مشغول بده، ومشغول بمساله ان كمان ان يبقى مساله ان الكتابه فيها مساحه مش من الدراما، بس هو بحس ان الكتابه في القصه او في الروايه لو ما فيهاش زي ما بيقال كده مشهديه، ان المشهد بيبقى بشكل او باخر متشاف للي بيقرا، يعني ده بيدخله اكتر في اجواء القصه. حتى انا بعض القصص كتبتها من قبل حتى ما اكتب السيناريو، بس في نفس الوقت كان واضح مساله ان انا عندي قدره على او رغبه طول الوقت في ان انا اوصف ان المشهد اللي بيقراه القارئ يبدو وكانه مشهد مصور من فيلم او من مسلسل، بحس ان ده بيقرب اكتر. انا تقريبا طول الوقت بحب اكتب اللي بحب اقرا، مش بالضروره ده يكون احلى حاجه، بس على الاقل بيبقى طالع مني قوي جدا وبيبقى صادق جدا، فممكن يلاقي يوصل للناس بطريقه اسرع او افضل بكتير. طيب عايزه ارجع بقى للدراما. خلاص نتكلم بقى شويه عن الدراما عشان الوقت ما يجريش مننا. طبعا. ودخلت عالم الدراما ازاي؟ بدايتك جت ازاي؟ من صحافه لكاتب، ازاي وصلت للدراما؟
انا من زمان وانا بحب الدراما وبحب السينما وبكتب مقالات عن الدراما وعن السينما طول الوقت، يعني زي اي شخص بيجد في السينما والدراما حياه اخرى بيحبها يعني. بس انا حبي ليها كان متعمق، وكنت طول الوقت بجرب ان انا ممكن اكتب او اشوف حظي في الكتابه. لغايه في 2016 كده تواصلت مع صديقي الاستاذ وائل حمدي، هو كاتب سيناريست مهم يعني، شارك في اعمال كتيره جدا زي موجه حاره وغيرها. وطلبت يعني وقتها كان بقالي 15 سنه مثلا في الصحافه او 12 سنه، وحسيت ان انا وصلت لدرجه ما من التشبع ومحتاج اجرب حاجه تانية يعني. تواصلت معاه فهو مشكورا قال لي ممكن تنضم معانا لورشه كتابه مسلسل سقوط حر، كان هو ومريم نعوم، مسلسل اتعمل في 2016 طبعا، ده كان اول مسلسل اشارك في كتابته يعني. وبس دخلت بقى هذا العالم السحري. اعتقد لان حبيت الموضوع جداً اكيد، وحتى كتير اصحابي يقولوا تقريبا انا طول الوقت بدور يعني، كنت بكتب في الصحافه بكتب القصه وكده عشان اوصل لده، انا بدور على السيناريو ده لانه في كل العناصر دي كلها، في جزء صحفي وفي جزء طبعا ادبي وفي جزء كمان مهم انه بيوصل لجمهور اكتر كتير من اللي بيوصل للجمهور أكيد. الكتب او جمهور أكيد. او جمهور الصحافه، فيعني اي كاتب بيبقى عايز اللي بيكتبه يوصل للناس اكتر، ففعلا مدخل جداً قوي جداً ومدخل مختلف. واعتقد انه ككاتب، انا مش كاتبه بس افتكر انه ككاتب لما تكتب شخصيه وبعدين تشوفها قدامك طبعاً. دي فيها احساس مختلف خالص اكيد جدا عشان كده حتى تلاقي اغلب الكتاب والروائيين عندهم طول الوقت طموح وشغف ان اعمالهم تبقى سينما او تبقى تتجسد درام. بقى طبعاً. تتجسد لان هي طبعا تطلع بقى لروح ويجي لها طبعاً. حقيقه يعني ده شعور تاني مختلف تماما. يعني بفتكر فعلا اول مره اول جمله انا كاتبها يعني اول جمله كتبتها في السيناريو حد ممثل قالها على الشاشه فعلا حاجه تانية خالص شعور تاني خالص جميل يعني. جميل جميل، يا رب دايما كده يبقى عندك نجاحات ودايما تبقى محققها. نتكلم بقى عن روح الاستاذه روح بتلوع الروح العظيمه الاستاذه كامله ابو ذكري الجميله المبدعه الفنانه اللي ما حصلتش منى شلبي طبعا. الطقم كله احمد السعداني طبعا عظيم يعني مولد نجم جداً. بشكل مختلف تماما. كلمني شويه عن التعامل مع كامله ابو ذكري بقى طبعا. اول مسلسل يعني انا طول الوقت كنت مشغول بفكره داعش وفكره ازاي الكيان ده ظهر، والفنانه الهام شاهين طبعا. انا اسفه الفنانه الهام شاهين طبعاً. يا روحي طبعاً. دي يعني كانت مفاجاه عظيمه طبعاً. عظيمه التوحش الداعشي اللي كانت بتجسده طبعاً. والشخصيتين المتناقضتين تماما طبعاً. ما بين اللي بتعمل الحلال وما بتعمل الحرام، يعني الموضوع كان كبير قوي. وده بصراحة بقى ده أحد مميزات الأستاذة كاملة يعني. أنا كمؤلف أنا كنت بكتب المسلسل وعارف إن هو هيبقى البطلة هي منى شلبي، لكن كل الكاستنج بعد كده كلهم كانوا أبطال وكلهم كانوا اختيار الأستاذة كاملة كلهم كانوا أبطال بالظبط. هي عندها قدرة هايلة على إنها تقرا الشخصية في الورق بترجم في دماغها على طول لممثل هي عارفاه وعارفه انه هيعمله باي قدر ممكن من الاحترافيه يعني. هي اول ما قرات شخصيه ام جهاد قالت لي دي الهام شاهين، فانا حتى استغربت قلت لها قالت لها هي الهام شاهين مفيش حد يعمل زي الدور ده، وفعلا ده اللي حصل. ازاي وصلت لكامله ابو ذكري؟ انا يهمني الحته دي يعني ولاد الحلال بقى ازاي بقى حضرتك وصلت لكامله ابو ذكري؟ هو يعني انا كان بعد مسلسل 60 دقيقه الشركه المنتجه طبعا ده كان مسلسل يجنن هنتكلم عنه برده، وكانت الفنانه شيرين رضا يعني عملت شخصيه مختلفه عنها خالص وابدعت مريم احمدي مخرجه الجميله الانسانه الفنانه كانت عظيمه جدا جدا. ما هو بعد 60 دقيقة بقى الشركة المنتجة طلبوا مني مشروع لرمضان فقدمت سبحان الله قدمت أكتر من مشروع وبعدين ما حصلش نصيب وبعدين في يوم كده جه في بالي فكرة بطلوع الروح بقى يعني بعتها في صدرين ثلاثة كده فلقيتهم تحمسوا وبعدين بقى تشتغل بقى والخبرة الداعشية دي يا أستاذ محمد عبية عبية أنا دلوقتي قلقانة جدا من القصة بتاعت عبية دي لا لا الخبرة الداعشية دي جبتها منين؟ هو انا من 2013 من وقت ظهور داعش في المنطقه دي وانها بقى عندها دوله وعاصمه وعمله، انا يعني زي ما كنت مشغول بفكره الانتحار كده بقيت مشغول بفكره داعش بالفكره دي ازاي انتوا بتعملوا ايه، فبقيت تقريبا كل يوم بقرا عنهم بتفرج على فيديوهات بفهم بحاول ادخل جواهم اكتر. وبعدين بقى لما بدات اكتب استعنت كمان بصديق زميل علاء عزمي هو باحث في الجماعات المتطرفه هو كمان كان في العمق بقى اكتر يعني عنده تفاصيل اكتر واكتر،
فكنا فريق بقى مع بعض. لما قدمت بقى المشروع وكان علي منا شلبي هم طبعا اقترحوا الاستاذه كامله. ده فريق عظيم. وطبعا كان بالنسبه لي كان طبعا سعيد جدا الاستاذه كامله تبقى معانا في مشروع زي ده. طبعا لان في مشاريع بتحتاج كمان اهل الخبره. طبعا وهي طبعا الموضوع كان فيه تفاصيل كتير طبعًا. وكان فيه حكايات كتير وكان فيه مشاعر كتير جدا يعني. وانا كنت سعيد طبعا اول مشروع في رمضان اكتبه لوحدي بقى مع الاستاذه كامله ومع منا شلبي طبعا اللي كان كل الطاقم بقى العظيم اللي كان معانا. لا طاقم عظيم جدا جدا والف الف الف مبروك. واسمح لي نطلع لفاصل ونرجع لحضرتك مره ثانيه. يلا اتفضل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومنورنا النهاردة الكاتب الكبير والأستاذ محمد هشام عباية. والحقيقة اتكلمنا عن بطلوع الروح ويمكن دي كانت من أهم ومن آخر الأعمال الناجحة اللي عملها. قبليها على طول كان في مسلسل 60 دقيقة. هتكلم في 60 دقيقة على شقين. الشق الأول أنه حقيقي الناس بقت بتميل للمسلسلات اللي حلقاتها مش كتيرة. يعني فكرة البلاتفورمز أو فكرة المنصات ساعدت على الجزء ده وبالتالي ابتدت القنوات كمان تعمل ده. فكرة انه المسلسل 10 حلقات 15 حلقة 8 حلقات الموضوع بقى مكثف ولذيذ وليه طعم. احكي لي شوية عن تجربتك في 60 دقيقة وفي الحلقات القصيرة. هو طبيعة الحال الحلقات القصيرة احنا من زمان والدراما المصرية والعربية بتقدم الحلقات اللي هي كان في سبعية زمان في التلفزيون طول الوقت تفرج على السبعية 7 حلقات والمسلسل بينتهي يعني. لكن اظن مع تغير بقى طبيعه الانتاج وان رمضان بقى مستحوذ جدا بنسبه كبيره على دايره الانتاج كان لازم 30 حلقه. ايوه بعد شويه طبعا مع ظهور بقى البلاتفورم والمنصات وكمان مع ومواسم مختلفه بقى بالزبط. كمان خلق مواسم بقى مختلفه غير رمضان جدا. وكمان الايقاع نفسه بتاع العصر تغير يعني مساله طبعًا. ان الواحد يتفرج على 30 حلقه طبعا لسه متاحه بس مش نفس الجمهور اللي كان مش نفس قاعده الجمهور الكبيره اللي اتفرج على 30 حلقه هي برده لسه موجوده دلوقتي قلت شويه. وبالتالي الجمهور الجديد انت لازم تجيب يعني تقدر تقنع الجمهور الجديد انه يتفرج عليك لازم تقدم له محتوى مختلف محتوى أيه. جريء شويه محتوى عصري ومحتوى كمان في 7 ل10 8 حلقات انت بيكون الموضوع منتهي يعني. انا بصراحه بجد نفسي جدا في المسلسلات القصيره وبحس ان هي منطقه وسط ما بين السينما والدراما وبالتالي بتاخد مميزات السينما ومميزات الدراما مميزات السينما من التكنيك والكتابه المكثفه والايقاع بالظبط والايقاع ومميزات الدراما من ان هي بتتشاف على مستوى اكبر حتى طبعًا. من الافلام يعني طبعا. ومسلسل 60 دقيقه هو يعني بعتز بيه جدا لانه انا كمان بعتز بيه جدا بحبه جدا جدا لانه أيوة. اول مسلسل اكتبه منفردا يعني لوحدي وفي نفس الوقت خدت فيه راحتي قوي في وقت الكتابه وكتبته بنسبة تفرغ كبيرة جدا. وكان أول تعاون مع المخرجة العزيزة مريم أحمادي جميلة. وهي بصراحة كانت أكتر أول حد يعني كان واثق إن أنا وهي ممكن نعمل مع بعض مشروع مشترك حلو وكان في تضافت فيه كل العناصر وأنا كنت كمان بناقش فيه قضية أنا حابب أناقشها مسألة الطب النفسي ومسألة الحدود ما بين التدخلات للدكتور المعالج النفسي في حياة المرضى والمعالجين عنه يعني وإن إزاي أحيانا بعض الناس أصحاب السلطة يعني عندهم سلطة طبية أو سلطة في المؤسسات بيستخدموها غلط للأسف ما في كل المجالات بيبقى فيه كده 2-3 فاسدين لازم يبوظوا الشغلانة بالزبط. طبعا لكن ده ملوش علاقة طبعا خاص بمين الطب النفسي خالص على الإطلاق وده كان باين في المسلسل بالزبط. وكان واضح في المسلسل على فكرة يعني بالزبط لأنه حتى قصاد الطبيب اللي بيقوم بأعمال يعني مؤلمة كان قصاده كتير من الأطباء اللي بيقوموا بالأعمال اللي هي اللي كل الناس بتروح عشانها يعني. فالمسلسل كمان كان ميزته إنه جريء وإنه هو بيناقش قضية كتير ممكن يخافوا يتكلموا عنها. من أحلى الحاجات اللي جاتني بعدين جاتلي رسائل من ناس أنا ما أعرفهمش بيحكوا لي عن تجاربهم إن هي سيدات يعني إنهم تعرضوا لنفس اللي تعرضت له البطلات في المسلسل. بالظبط. ده كان بالنسبة لي حتى لدرجة إنهم تصوروا في أطباء كتير تعرضوا عملوا القصة دي للأسف سمعنا عن حكايات كتير زي أطباء أسنان وخلافه يعني بالظبط. لكن هي مسألة إنك أنت تكتبي حاجة والناس تتكلم على إن أو الناس تبعت لك على إن هي طبعا ده بالظبط اللي حصل لي ده بيبقى طبعا رغم إنه يخوف بس كمان بيخلي الواحد يشعر إن هو قدر يكتب عن حاجة تلمس الناس فعلا وكانت شغلاهم بس لظروف كتير كانوا خايفين يتكلموا عنها. نتكلم بقى عن اللي جاي وزن ريشه
وزن ريشة عمل أعتقد أنه هيكون كمان من الأعمال المهمة إن شاء الله بتحضروه للفنان النجم أحمد السقا. دي حقيقة. أعتقد أنه هيكون عودة قوية إن شاء الله للنجم أحمد السقا إن شاء الله. يعني إحنا هي مهمة ثقيلة لأن إحنا طبعاً بتعاملي مع نجم بحجم أحمد السقا. أنا وأنا كنت صغير يعني طول الوقت بتفرج عليه كمشاهد وأنا فبتبقى مسؤولية لحاجة كبيرة جداً. و يعني انا مبسوط ان احنا بنتعاون مع احمد السقا مع مريم احمد مع ميديوم برضو لان بيني وبينها تفاهم فني ما وما فيش بينا اي حساسيه في مساله ان احنا بنكتب ايه او بنتناقش في ايه. وكالعاده انا في المسلسل ده برضو راجل درافتات بنكتب درافتات كتير جدا في المسلسل. ان شاء الله يعني يكون شكل مختلف لاحمد السقا ويكون له اثر. ودي مغامره منه انه كمان بيتعاون مع يعني معايا في مسلسل هو يبقى اول مره يعرض على منصه له مسلسل بطولته. يعني انه قبل كده عرض افلام عرض مسلسلات على التلفزيون لكن ده اول مسلسل يعرض له على منصه. يا رب ان شاء الله يكون يعني احنا قد المسؤوليه ان شاء الله تكونوا قد المسؤوليه وهتمتعونا وهتبهرونا بشكل مختلف وبحكايه مختلفه وبقصه ان شاء الله مختلفه يكون يعني تفاصيلها اكيد ان شاء الله هتكون مميزه. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. في اي مشاريع تانية بعد غير وزن ريشه؟ في اي مشاريع تانية خاصه بالكتابه خاصه بالصحافه خاصه باي مجال تاني من المجالات اللي حضرتك بتشتغل فيها؟ في الكتابه في مشروع روايه بكتب مشروع رواية يعني تستوحى من أحداث زعيم مصطفى النحاس لأن أنا مغرم جدا بمصطفى النحاس وبمسيرته يعني الإنسانية والسياسية في تاريخ مصر يعني المعاصر. وكنت وأتمنى أن لما الرواية تطلع يعني كتبت فيها جزء ما أن الجمهور الجديد المعاصر يعرف أن مصطفى النحاس أثره إزاي في حياتنا إحنا دلوقتي يعني. وفي مشاريع بقى رمضان يعني احتمال يكون في مشاريع للمسلسل رمضان لسه مش مؤكد وممكن بس عندي طول الوقت مشاريع قصيره. يعني عندي مشروع لتحويل روايه لعمل عمل درامي للاستاذ وسيم الاعرج روايه عن مي زياده الاديبه المشهوره يعني في الزمن اللي هو بدايه القرن العشرين. انا من هواه برضو الكتاب عن الازمنه يعني فان شاء الله ده ممكن يبقى السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله وهنكون متابعينك دايما وسعداء جدا بنجاح حياتك. ميرسي استاذ محمد نورتنا والف الف مبروك على كل الحاجات الحلوه اللي حضرتك قدمتها خلال الفتره اللي فاتت فيما يتعلق بعالم الكتابه والدراما والصحافه. شكرا ميرسي.